السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا في فيديو جديد. معكم أحمد أسامة من أكاديمية بي برو تريدر، والتحليل الأسبوعي للسوق السعودي خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. طبعا لو في أي استفسار بخصوص سهم معين تقدر تسيبوه في الكومنتات تحت الفيديو. هنبدأ تحليلاتنا إن شاء الله بنظرة سريعة على المؤشر العام اللي أغلق خلال تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7232. شفنا تذبذب قوي يميل الى الجانب الهبوطي للمؤشر العام خلال تداولات الاسبوع القادم، ارتدينا من مستوى 7372 حتى مستوى 7150 تقريبا مع نهايه التداولات يوم الخميس. شفنا ارتفاع قليل جدا على المؤشر العام، لكن في نفس الوقت كان نفس البرايس اكشن اللي تكون خلال تداولات يوم الخميس هو نفس البرايس اكشن اللي تكون من قبل الصعود لمستويات ال 7372. اعتقد ان دي نوعا ما ممكن تعطي دفعه للمؤشر العام خلال تداولات الاسبوع القادم ان شاء الله. حتى الان احنا ما زلنا او الدعم الرئيسي بالنسبه للمؤشر في الوقت الحالي هو مستويات ال 7140، ده يعتبر الدعم الرئيسي المتواجد امامنا. ما زلنا بنتداول اعلى، اذا الفرصه ما زالت موجوده لاستكمال الصعود مره اخرى لمستوى 7372 واستكمال الاتجاه العرضي للمؤشر العام خلال الفتره الاخيره. فبشكل عام المؤشر العام بيميل اكتر للوصول لمستوى 7372 عن كسر مستويات 7140. ده تحليل سريع للمؤشر العام. نبدا باول سهم معانا وهو سهم اتحاد سهم العبد اللطيف عفوا، اللي عنده فرصه جيده لتكوين او بدايه تكوين مراكز شرائيه من المستويات الحاليه. بنتداول عند مستوى 10.2 اكمل نموذج الاكيوميليشن ونموذج المثلث الصاعد، ارتكز اعلى المقاومه الموجوده عند مستويات 9.8. اعتقد في الفتره اللي جايه هيكون عندنا فرصه ممتازه للتوجه نحو مستويات 11.5، بوقف خساره هيكون مستويات 9.7. تاني سهم واتسالت عليه كتير خلال الايام اللي فاتت هو سهم معادن، والله اعتقد ما زال امامه بعض الاتجاه الهابط خلال الفتره القادمه. اداؤه يعتبر سلبي بصوره كبيره جدا جدا، بيميل نحو الهبوط بشكل اكبر في الوقت الحالي زي ما شايفين التداولات، او كان عندنا هبوط بنسبه 6% خلال التداولات يوم الخميس الماضي. مناطق الشراء بتاعته هتكون متمركزه بمستويات ال 32.09 حتى مستويات 33.9. اعتقد دي افضل مناطق لتكوين مراكز شرائيه على سهم معادن خلال الفتره القادمه. طبعا السهم بدا في يتداول في اتجاه صاعد منذ فتره، لكن كان لابد من التصحيح اللي ابتدى يظهر في الوقت الحالي. كمان معانا بعد كده سهم كيان السعوديه وفرصه لتكوين مراكز شرائيه من المستويات الحاليه بعد كسر نموذج المثلث، الوصول لمناطق الطلب الممتده بين مستويات 8.09 حتى مستويات 8.2. شفنا برايس اكشن ممتاز من المناطق دي مع تداولات يوم الخميس، اعتقد هيعطي دفعه قويه جدا لسهم كيان. دخولنا هيكون من المستويات الحاليه، بوقف خساره هيكون مستوى 8.06، اهدافنا هتكون مستوى ال 8.80 وال 8.88 اللي لو قدر يتخطاهم سهم كيان اعتقد هنستهدف بسهوله مستويات 9.4 خلال الفترة القادمة. فسهم كيان عليه فرصة للمضاربة او للدخول من المستويات الحالية. نفس الفكرة سهم شمس حاليا بيتداول عند مستوى 21.3، الدعم الرئيسي بالنسبة له متواجد عند مستوى 20.6. اعتقد ممكن نبتدي مراكز شرائية من المستويات الحالية دي، كانت مناطق هو بيعمل ريتست حاليا لمناطق التجميع اللي تم انهائها، ممكن الدخول من المستويات الحالية او الانتظار حتى الاقتراب من مستوى 20.6 ثم بداية الدخول لاستهداف مستويات 22.9 ثم مستويات ال 24.2 خلال الفترة القادمة إن شاء الله. فسهم شمس عليه فرصة تعتبر جيدة. سهم سيرة حاليا بيتداول عند مستوى 16.2، اتسألت عليه كتير الأيام اللي فاتت، لكن يعني الفرصة اللي عليه ما تعتبرش قوية بشكل كبير. ممكن يكون عندنا صعود أو توقعنا الصعود لمستوى 15.7، لكن مش شايف في افضل الفرص اللي موجوده معانا، فممكن ما يكونش من المتابعه معانا. ننتظر نشوف بدايه الاسبوع هتكون عامله ازاي وبعد كده نبتدي نقرر. سبكيم العالميه هيكون عندنا فرصه اعلى مستويات ال 15.04 لاستهداف مستويات ال 16.6 ان شاء الله. هننتظر ان شاء الله استكمال الصعود خلال جلسات التداول القادمه، اختراق مستوى ال 15.04 والاغلاق عليه بجلسه تداول واحده، وقتها هنبتدي نكون مراكزنا الشرائيه لاستهداف مستوى ال 16.6 ثم مستوى ال 16.9 ان شاء الله. تكوين وفرصة للدخول مباشر ونوهنا عليه خلال تداولات الأسبوع الماضي من مستوى 6.9 وصعد حاليا لمستوى 7.08. الاتجاه المتوقع ليه بالنسبة للشكل الحالي هو استكمال الصعود حتى مستويات ال 7.5 إن شاء الله خلال الفترة القادمة وال 7.6. فسهم تكوين من الأسهم المتوقع عليها تداولات إيجابية خلال الأسبوع الحالي إن شاء الله، فإن شاء الله نقدر نستفيد منه بشكل كويس. الشرقية للتنمية والتداولات عند مستوى 6.66.7
7 اغلاق عند مستوى 66.7 خلال تداولات الاسبوع الماضي، حصل عليه هبوط. ما تزال مناطق الطلب بتاعته ممتده بين مستويات 66.2 حتى مستوى 67.3، في نفس الوقت تعتبر منطقه فليب زون او منطقه تبادل ادوار، كان عندها القمه الاخيره الموجوده عند مستوى 66.7، فتعتبر فرصه جيده على سهم الشرقيه للتنميه ان شاء الله نشهد عليه بعض الصعود خلال الفتره اللي جايه، عليه فرص استثماريه جيده لاستهداف مستويات 77. لكن كل اللي منتظرينه ان منطقه 66 تقدر انها تثبت او تقاوم الهبوط اللي بيحصل في الوقت الحالي. كمان من ضمن الاشياء الايجابيه هو انخفاض احجام التداول بشكل كبير خلال الفتره الاخيره على سهم الشرقيه للتنميه، فبالتالي ده برضه يعتبر شيء سلبي بالنسبه للهبوط اللي بيحصل، ونتيجه او دلاله على انه ممكن نتحول للاتجاه الصاعد في اي وقت ان شاء الله. معانا كمان من اسهم الاسمنتات، معانا اسهم اسمنت تبوك وفرصه للدخول المباشر، انا شايفها فرصه ممتازه للدخول من المستويات الحاليه بعد الاغلاق خلال تداولات اليوم الخميس. اعلى مناطق الاكيوميليشن المتمركزه عند مستويات 11.88، حاليا احنا عند 12.3. استهدافاتنا تكون مستويات اولا هيكون عندنا مستهدف اول عند مستوى 13.5، ثم مستهدف ثاني عند مستويات 15 ان شاء الله. اسمنت المدينه حاليا منتظرين الاستقرار اعلى مستوى 15.68، دي المناطق الفاصله بالنسبه لسهم اسمنت المدينه خلال الفتره القادمه ان شاء الله. هننتظر اختراق اسمنت اختراق 15.68، ثم بدايه تكوين ان شاء الله مراكز شرائيه لاستهداف مستوى 18.8. فيعني على عكس اسمنت تبوك، اسمنت تبوك للدخول مباشر، اسمنت المدينه هننتظر تداولات يوم الاحد القادم وهنشوف تعامله ازاي يكون مع مستوى 15.68، بعد كده نبتدي نحدد ان شاء الله. اسلاك واختراق للقمه الموجوده عند مستوى 19.84، ناس كتير سالتنا عليه. للاسف السهم متوقع ليه استهداف مستوى ال 21.9 خلال الفتره اللي جايه. الفكره كلها ان وقف الخساره نوعا ما هيكون كبير، وقف الخساره هيكون مستويات ال 18.9 تقريبا من المستويات الحاليه، فاللي حابب ان هو يدخل يقدر يدخل بوقف خساره 18.9، استهدافات مستوى ال 21.9 خلال الايام القادمه ان شاء الله. ده بالنسبه لسهم اسلاك. ارامكو ورؤيه غير واضحه حتى الان، تذبذبات كبيره بيشهدها سهم ارامكو، ما زالت مناطق الشراء بين مستويات ال 31.6 حتى مستوى ال 31.9، ومناطق المقاومه هتكون متمثله في مستوى ال 34.09. حاليا زي ما شايفين بيشهد تداول ضعيف جدا، لو رحنا على الفاصل الزمني لل 60 دقيقه ممكن نستغل الكلام ده للمضاربه اللحظيه على الفاصل الزمني لل 60 دقيقه، لو قدر السهم ان هو يخترق مناطق التذبذب الموجوده او المستقره حاليا بين مستويات، يعني عندنا مستويات ال 32.4 حتى مستوى 33.2. في حاله اختراق ال 33.2 ممكن نستغل الكلام ده للمضاربه اللحظيه لاستهداف مستويات ال 34.07 خلال تداولات الايام القادمه ان شاء الله. اخر سهم معانا هو سهم اتحاد الاتصالات. اتحاد الاتصالات السيناريو المتوقع ليه خلال الفتره اللي جايه على الفاصل الزمني اليومي ان هو يستكمل هبوطه من المستويات الحاليه حتى مناطق الطلب الممتده بين ال 24.2 حتى مستويات ال 24.9، دي هتكون مناطق الشراء بالنسبه لسهم اتحاد الاتصالات خلال الفتره الجايه. استهدافاتنا مستوى 28.2، اعتقد انها تكون فرصه جيده، لكن هيكون للمتابعه لحين الوصول لمناطق الشراء، وقف الخساره هيكون مستوى ال 24 ان شاء الله. ده كان تحليل سريع للسوق السعودي خلال تداولات الاسبوع القادم، اتمنى لكم كل التوفيق. لو حد عنده استفسار بخصوص سهم معين يقدر يسيبه في كومنت تحت الفيديو ده. كان معكم احمد اسامه من اكاديميه بيبرو تريدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.